بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي طلبة الصف السابع في درس جديد من دروسنا في مادة التاريخ، وهو الدرس الأخير في كتابنا التاريخ، والذي نتحدث به عن القصور الأموية في الأردن. كنا قد بينا في الدرس الماضي عن طريق الحج الشامي و كيف كان يتم تيسير قافلة الحج الشامي في العصر الأموي، وأهم منازل الحج الشامي في الأردن، فذكرنا منها الفدين، الأزرق، الزرقاء، عمان، القسطل، زيزياء، معان، آيلة والمدورة. ثم تحدثنا عن مظاهر اهتمام الأمويين بطريق الحج الشامي. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن أهم القصور الأموية في الأردن. كان لوقوع الأردن على الطريق الواصل بين دمشق والحجاز، اللي هو طريق الحج الشامي، طريق اللي بوصل بين دمشق والحجاز الأراضي المقدسة، وأيضا مصر، مش أهالي مصر والمغرب كانوا يلتقوا مع طريق الحج في آخر مرحلة من مراحل الحج في منطقة العقبة في المرحلة قبل الأخيرة، أسفة. ومن مظاهر هذا الاهتمام أنهم أقاموا العديد من القصور على امتداد البادية. ليش أقاموا العديد من القصور بالبادية الأردنية؟ وذلك لأنهم كانوا يستخدمونها كأماكن للاستجمام والراحة وممارسة هواية الصيد، وكانوا يستخدمونها كمراكز إدارية وسياسية يلتقي فيها الأمراء بزعماء القبائل المحلية لتوطيد العلاقات بهم. أيضا حنين الأمويين لحياة البداوة والفروسية، الأمويين كان لديهم حنين كبير لحياة البداوة والفروسية. هذه بعضا من الصور التي تعبر عن القصور الأموية الموجودة في الصحراء الأردنية. أهم هذه القصور قصر عمرة، والذي تم بناؤه في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، يقع على بعد 75 كيلومتر إلى الشرق من عمان، وتمتاز جدرانه بالرسوم والنقوش الجميلة التي تمثل الحيوانات كالأسود والنمور والغزلان. أرضيته تزدان بالفسيفساء التي تمثل زخارف نباتية، ويوجد به قبة فلكية داخل القصر، ويوجد في ساحته بئر ماء. قصر المشتى، يقع هذا القصر بالقرب من مطار علياء الدولي، ويحيط بالقصر سور خارجي مربع الشكل تدعمه أبراج نصف دائرية تزين واجهته الزخارف الفنية الرائعة. تم بناء هذا القصر في عهد الخليفة الوليد بن يزيد. ثالثا نتحدث عن قصر الحرانة. قصر الحرانة من مميزاته بأنه شيد في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك، ويقع على بعد 55 كيلومتر شرق عمان، وسمي بقصر الحرانة. ليش سموا قصر الحرانة؟ لكونه يقع في وادي الحرانة. لماذا أنشأته الدولة الأموية؟ أنشأته لغايات دفاعية، فهو قلعة مربعة الجوانب كما يظهر في الصورة، قلعة مربعة الجوانب. ننتقل إلى القصر الرابع، وهو قصر الحلابات. قصر الحلابات يقع على بعد 25 كيلومتر شمال شرق الزرقاء، هو من القصور النبطية التي رممها الأمويين. إذن الأمويين لم يقوموا ببنائه بل قاموا بترميمه، قام ببنائه الأنباط. قصر الموقر، هذا القصر يقع في منطقة الموقر إلى الشرق من مدينة عمان، وبني في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك. قصر الطوبة، هذا القصر بني في عهد الخليفة الوليد بن يزيد، يقع هذا القصر في جنوب شرق عمان
على بعد 140 كيلو متر. هذه الصور التي تبين قصر الطوبة. درسنا اليوم كان بسيط، تحدثنا به مرة أخرى عن بعض من القصور الصحراوية في الأردن، وذكرنا بأن سبب بناء هذه القصور هو استخدامها كأماكن للاستجمام والراحة وممارسة هواية الصيد، ومراكز إدارية وسياسية يلتقي فيها الأمراء بزعماء القبائل المحلية حتى يقووا علاقتهم معهم، أيضا حنين الأمويين لحياة البداوة والفروسية. هذه بعض من صور القصور الصحراوية في الأردن. قصر عمرة تم بناؤه في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك. قصر المشتى يقع بالقرب من مطار الملكة علياء الدولي، وقصر الحرانة شيد في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك ويقع شرق عمان، وسمي قصر الحران لأنه يقع في وادي الحرانة وأنشئ لغايات دفاعية. وقصر الحلابات يقع على بعد 25 كيلومتر شمال شرق الزرقاء، وهو من القصور النبطية التي رممها الأمويين. وبالنسبة لقصر الموقر يقع في منطقة الموقر إلى الشرق من عمان، وشيد في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك. أخيرا قصر الطوبة تم بناؤه في عهد الخليفة الوليد بن يزيد، ويقع في جنوب شرق عمان على بعد 140 كيلومتر. يعطيكم العافية.